حضرنا اليوم وشرفنا في وزارة الصحة الاتحادية وفد كريم من منظمة اليوناميد في السودان، وهي عملية تتكون من مكونات من الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة. ولقد تحدثنا قبل قليل مع رئاسة اليوناميد في دارفور، ولقد جاءوا ليتبرعوا بمعينات مهمة جدا جدا في مجهود مكافحة والتصدي لمجهود الكورونا في السودان، وهو مجهود كما تعلمون من أهم أولويات الفترة الحالية في الحكومة المدنية الانتقالية. تبرع الإخوة الكرام بسيارات، 5 سيارات دفع رباعي، 4 مولدات للكهرباء، وأيضا بثلاجة للتبريد. نريد أن نخص بهذه الأشياء مشارح السودان التي تنوء من قلة الدعم لها من قبل النظام البائد، لأن هذه المشارح تساعدنا في أولويات هامة وهي احترام الميت واحترام الإنسان، وأيضا تساعدنا أيضا في إحقاق الحق والعدالة للمفقودين وللمصابين وللمعتدى عليهم. نشكر منظمة اليوناميد على تقديمها، وسوف نتولى توزيعها إن شاء الله فورا، ونتطلع أيضا إلى مزيد من العمل مع منظمة اليوناميد فيما يختص بأولوية هامة، وهي دعم ومساعدة وتوعية وتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية لأهلنا في معسكرات النازحين في دارفور وفي غيرها، وأيضا في المناطق التي يسيطر عليها إخوتنا في الجبهة الثورية في دارفور وفي جنوب الكردفان وأيضا في جنوب النيل الأزرق. نحتاج من المواطن للانضباط في متابعة الإرشادات، الغلق الكامل وإرشادات حظر التجول وإرشادات عدم التجمع. ليس لهذه البلاد موارد كثيرة كما ترون، فهذه البلاد سيحميها شعبها، وشعبها الذي يتبع الإرشادات ويمتنع عن التجمع هو أول سترة للوقاية للبلاد ككل. ولكن لنا معينات محددة مادية أيضا نحتاج لها، ونحتاج للدواء ليس فقط للكورونا، ولكن الدواء عموما في شح وندرة شديدة.